السلام عليكم. اليوم غادي ندير غوسيت تاع الدجاج فاصون كي اف سي. غادي نديرو لي زيل جناحات ونديرو لي زيسكالوب تاع الدجاج. راني قطعتهم دي ترونش مي كبار، لا راكم تشوفوا ماشي صغار، شفتو هكا. غادي نديروهم، انا غادي نديرهم في الفوغ باسكو كو يشدوش الوقت بزاف. الجناحات في الفوغ وال الاسكالوب تاع الدجاج غادي نقليهم. الو نقولوا بسم الله. غادي نعطيكم العطريه لي زيبيس اللي نديرهم في زوج، هما لي ميم كيف كيف، سي جوست راني مسيباريتهم. الو عندنا نستحقوا الملح، فلفله حمراء حلوه، حرور، ثوم مجفف يابس، كوري، العسل، والزيت بيان سور. الوغ غادي نبداو. حنا هذا تاع العسل غادي نديروه غير في الجناحات اللي يدخلوا في الفوق، بصح الاسكالوب ما نديروش فيه العسل. الوغ نبداو بالجناحات. عندي هنا انا عندي كيلو تاع جناحات، غادي ندير ابوبخي. دوك ندير لكم بالمغرف هكا وي علي باغاف، انا راني عارفه. غادي ندير هكا ابوبخي، نديرو واحد المغرف تاع ماكله تاع عسل، حرور، ندير حرور تاني كهنا، ملح، فلفلة حمراء حلوة، ثوم يابس، نديرو شوية تاع كوري، شوية ماشي بزاف، وغادي ندير الزيت. نسيت حاجه هنا، ونديرو صوص دو سوجا، نسيتها قبيله باش نقولها لكم. نديرو فيها تانيك صوص دو سوجا، هي اليبا اوبليغاتوار، لكن ديروها ما تنسوش باللي تنقصوا لا كونتيتي تاع الملح شويه وشويه. سي دو دونك غادي نخلط كلشي ونخليها شحال، واحد لابين 5 دقائق ولا انا ما عنديش الوقت هنا باش نخليها بلوس. ما نقولكمش على الريحه فرونشمون، تبع غسلت يدي وليت باسكو هادي فيها العسل وهادي ما فيهاش العسل، على بها رحت غسلتهم. الو جبت الوجد البلا تاعي، غادي ندير فيه الجناحات لي زيل. باغ كونطخ لو كي يقولوا له باغ كونطخ زيسكالوب تلفت لي لي زيسكالوب نخليهم اكوتو اكوتي باسكو هادو غادي نقلوهم. الو نبداو لي زيسكالوب جا حتى وانا
جنة نيشان غادي دا نديرو في الفوق. درته راني شحال تحميت الفوق من الفوق ومن التحت، درته غرياد اللي عندهم فوق الكتريك يديروه غرياد، درته 230 درجه مئويه، واللي عندهم فوق نورمال تاع الغاز قرعه تاع غاز ايتو يشعلوا من الفوق والتحت، باغ كونطخ يحموه مليح، يحموه بيان بيان. هذه نديرو فرينة والبيض ولا شابلور، هاب نعاودو فرينة راه فات الدروك واحد 15 دقيقة من اللي دخلت الجناح تاوعي في الفوق، غادي دروك نبدا نقلي لي زيسكالوب تاوعنا.